المتقين بجنته وحذر المعرضين بأليم عقابه. يا أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين،
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله واشكروه على ما من به عليكم من إتمام شهر الصيام وشهر الصيام والقيام وسلوه القبول والغفران والعتق من النيران. واعلموا أن هذا اليوم يوم عيد يفرح فيه المؤمنون بما من الله به عليهم من نعمه بالأمن والإسلام والسلامة والإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. العيد يحتاج منا إلى وقفات وتأملات، فمن حسب نفسه بعد رمضان ولزم طريق الرحمن واتقى فيما بقي من عمره من لذة القرب من الكريم المنان نال السعادة في الدنيا والآخرة. أما من لم يحاسب نفسه على طغيانها وسعى وراء شهواتها ولم ينظر في عواقب أمورها نال غضب الجبار. أمة الإسلام، العبادة لا تنتهي بانتهاء شهر رمضان، بل الذي يقطع العبادة بعد انتهاء رمضان يخشى أن لا يكون قد تقبل منه، لأن من علامات قبول رمضان صلاح حال العبد بعد رمضان، فإن ترك العبادة بعد رمضان كالصلاة والصيام والقيام والدعاء والصدقة هذه علامة الخسران. ولا يخفى علينا يا عباد الله أن الاستمرار على الطاعة والعبادة سبب لحسن الخاتمة، كما قال عليه السلام: وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. فلا بد من الحذر من المعاصي بعد رمضان، فإن رب رمضان هو رب شوال وذو القعدة وسائر الشهور، وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. تذكروا من كان معنا في العيد والأعياد الماضية حال الموت دون آمالهم وحطم الأجل لهم الأماني. كم كنت تعرف ممن صام في سلفي من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غير أثواب أكفاني. تذكروا بفرحتكم من ليس للفرحة طريق لأفئدتهم أقعدهم المرض وألزمهم الأسرة البيضاء. تذكروا إخوانكم الذين يعيشون في خوف ورعب، الأمن عندهم مفقود والرعب كذلك والرعب ممدود. واعلموا يا عباد الله أن العمل الصالح بعد رمضان وأنه مهم جدا، وإن من متابعة الإحسان بعد رمضان صيام الست من شوال بعد يوم العيد متتابعة أو متفرقة في أول الشهر أو وسطه أو آخره. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكان كصيام الدهر. رواه مسلم. بارك الله لكم في عيدكم ومكن لكم دينكم الذي ارتضاه لكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك في سائر البلاد. اللهم تقبل منا رمضان واعده علينا سنوات عديدة مديدة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. Brothers and sisters, beautiful day of Eid. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from all of us the ibadah that we did in the month of Ramadan. One of the signs of accepting the ibadah is the ibadah after that, to continue the ibadah. So if you want to make sure if Allah subhanahu wa ta'ala accept your siyam, your qiyam, your Quran in the month of Ramadan, look at yourself. If you continue doing what you used to do in the month of Ramadan, this is a beautiful sign that Allah subhanahu wa ta'ala accepts your amal. We used to read the book of Allah. Continue reading the book of Allah. Why you stop? You will wait for the next Ramadan to come? What if you die before that? So those who are reading the book of Allah in the month of Ramadan, they have to continue. We used to fast in the month of Ramadan. Continue the fasting. If you can do it on Monday or Thursday, three days of the month, as much as you can, fast. We used to do a lot of dua and supplication to Allah. Continue doing the dua. Allah is the Lord of Ramadan. He's the Lord of Shawwal. Allah subhanahu wa ta'ala is the Lord of the whole year. Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra. 12 months, Allah subhanahu wa ta'ala is there for us. We used to do Salatul Layl, Taraweeh and Qiyam. Can't you continue that? If you cannot wake up night time, before you sleep, 11 o'clock, 12 o'clock, have two rak'ah and three witr.
Let's continue the ibadah that we used to do before, inshallah ta'ala. That will show that Allah Jalla wa Ala accepts from us. We are very lucky that Allah subhanahu wa ta'ala help us to reach this beautiful day. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us. One more reminder is regarding salat, regarding siyam, the days of Shawwal. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam tells it in the hadith of Sahih Muslim, whoever fasts the month of Ramadan and continue that with 6 days of Shawwal is like a person who fasts the whole year. Because Allah subhanahu wa ta'ala multiply the a'mal. So if you fast the 30 days of Ramadan, that's 3, multiply by 10, that's 300 days. And 6 days of Shawwal, multiply by 10, is 60 days. So 300 plus 60 is 360 days, that it means that you fast the whole month of Ramadan. So let's continue, inshallah ta'ala, doing that. You can do it together, day after day, and you can fast one day, take a couple of days. The most important thing, you have to fast the 6 days while you are in Shawwal, inshallah ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from all of us, and may Allah subhanahu wa ta'ala guide us to the right path, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all jannatul na'im. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Allah alladhi tasa'alun bihi wal arham, inna Allah kana alaykum raqiba. Fattaqu Allah ibad Allah, wa amalu bi ta'atihi wa ridah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد إن نعم الله على عباده كثيرة متوافرة وأفضاله عليهم متعددة متوافرة قال الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن من أعظم نعم الله علينا أن بلغنا إتمام شهر رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه قال الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون إتمام شهر رمضان نعمة من نعم الله تبارك وتعالى الحمد لله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي من علينا أمن وإيمان وصحة واطمئنان فاستشعروا منة الله تبارك وتعالى عليكم واشكروه على فضله الذي أعطاكم الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض أيها الإخوة والأخوات إن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم يوم فرح وسرور وسعادة وحبور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه رواه البخاري ومسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه أجمعين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أمد الإسلام كه يمد أفكوذا كه الله يبوح عليها الله يذكر أقبله amaash ay soo shaqaysanay bishii barkaysanay ramadaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ay naga aqbalo khayrkeeda allah ina siiyo walaa soo dhana korkeena allah ka qaado ilaahay sanadka sanadkiisa caafimaad iyo bashasho barwaaqay u gaarsiiyo dadkan waan taaleeyaynaa si gaar ah arrintaydi haajadeedii ehelkayga family-ga iyo qaraabadii iyo saaxiibkii iyo jaarkii inta waxa leeyahay ciid mubaarak wa taqabbal allah minna wa kun saalih al-a'maal ilaahay subhanahu wa ta'ala dhamaantii baa idin barakeeyo ana isu soo ducayna insha allah wa jazaakumullahu khayr wa salaamu alaykum wa rahmatullahi بسم الله والحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته we come to the end of Ramadan we celebrated Eid we just prayed the Eid Salah alhamdulillah thank Allah subhanahu wa ta'ala for making the fasting and the Qiyam and all the good deeds we did easy for us and the masjid operations went very smooth I would like to congratulate the Muslim community around the world in UK and more specifically in London and South Pole West London Dar es Salaam community on Eid may Allah accept all their good deeds and forgive their sins
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وغفر الله لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. تقبل الله منا ومنكم وصالح الأعمال. May Allah accept our qiyam and our siyam and forgive all of our sins. Ameen. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إلهي وحول نصر دمي بشي بركة سنعيد رمضان إلهي وحان كبر يأينا إنو دمان نقاق بل عبادة دي لسو تاقنا إلهي صلاة إيا الصون إيا الصدق إيا دمان وحيك العمل ونأكسنا نصو سميني إلهي إنو نقاق بل أيا كبر يأينا سبحانه وتعالى وحيا حيد رمضان آذي آد وقروح بلن مساجد كان دار السلام وحاك بحاي النور ما شاء الله دمان ددكي كقلب قلي هوشيسا إنو صداس ولا يكسن قروح لبلن وعيو دعضو عالكن آذي آد بانو قام هاد علنينا آدو مهال سيهين دمان تود لقب لابو مامولكا فلونتيرسكا ددكا محاكونا لا حفظوا شيخنا دمان يعد كستو كقب قادتي إنو سيدا قروح لبضان المساجد كاني أمر تقاضو ومدى مسلمين تا يكسو تكني سي آدي آد بيقوم هاد سيهين ما هاتو يعيد تا يالك وحاك قفا إذي سنة يا إنا أدرو همباليو دمبال همباليا دمان ومدى مسلمين تا ميل كستو عالم كجوغان وحانا كرا جيني سنتك سنتك سيلاهي إنو برواقو يبشوش يا عافمات ونوغارسيو يا وانا قاسن كسوغان هاي مانتا الحمد لله وحا صوم مرأي رمضان نبي نصودها في وقت يعادو هذا والعبادة كرويني وعود الرؤ أي نقاء ملتاي ممنوعين الحمد لله إلهي نصو عليي إنا سيمو نبادة كنتو كنو أيان إلهي دماء نقينا وحاك قفايدة سنة يا هل كان مناسبة إنا أمها وعن بليهيو والد كيجي أو غوري يا أباهي يد ولا لهي يو حاس كيجا عيال كيجا يدمان أهل ككلة قرابة دافع دوك كجوا كجوا ملك استو دافع دوك كجوان وحلي هاي عيد مبارك عيد العافية حمبليو خير يبرواق ينسوقناي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.